السلام عليكم ورحمه الله هذه مجموعه تعليقات حول الحدث الضخم الكبير الذي استقبله اهل الخليج العربي خلال هذين اليوم هذا الحدث الجليل الكبير يتمثل في تولي سمو الامير محمد بن سلمان لولايه العهد في المملكه العربيه السعوديه وفي البدايه لا استطيع ان اخفي فرحي بهذا الخبر لذلك اهنئ نفسي واهنئ اهل الخليج كافه واهل المملكه العربيه السعوديه والسؤال الأول المطروح أي شيء يفرح شعب كويتي بمثل هذا الخبر وأي دخل له في مثل هذا الأمر والجواب بالطبع أنه لا يخفى على أحد مدى الأثر الكبير الذي تملكه المملكة العربية السعودية على كافة على كافة الدول خصوصا الدول القريبة من السعودية وجاراتها وما تملكه السعودية من الأثر الكبير الروحي والثقافي والفكري واليوم لو تاملنا كثير من الافكار والمناهج السائده في الدول العربيه نجد ان للسعوديه الاثر البالغ في هذه الافكار لذلك سيكون تركيزي على هذا الحدث من ناحيتين من ناحيه ان الشخصيه المتقدمه لهذا الامر شخصيه شابه وايضا من الناحيه الفكريه فشخصيه الامير محمد بن سلمان شخصيه شابه متنوره ننتظر منها الكثير على الصعيد الفكري فليس من قبيل السر اذا ما تكلمنا عن الواقع العربي الفكري وما يعانيه من انغلاق ومن تشدد يحتاج لدفعه شبابيه كبرى. هذه الدفعه ينوء بها امثال ولي العهد الامير محمد بن سلمان وقد تجلت بعض اماراتها في بعض قراراته السابقه. وما تصديه للتطرف والفكر المتطرف والارهاب الا مثال بسيط على هذه النقله النوعيه التي ينتظرها الخليج العربي. فكثير من الأفكار مثل الماء إذا طال مكوثها في المجتمع تأسن كما يأسن الماء ولا بد من تجديدها وتحريكها وتغييرها ولا بديل للتطرف الديني إلا التسامح الديني الذي هو مؤهل حقيقة لأن يحل محل هذا المغادر ولا بديل للانغلاق المجتمعي إلا بالانفتاح المتعقل تحت مظلة الفهم الوسطي للدين والمجتمعات العربية عندها القابلية للتغير والتطور إذا ما أتيحت لها تلك الفرصة بعيداً عن التضييق وعن فرض الرأي الواحد. وبالنسبة لمطالبات جزء من المجتمع السعودي مثل قيادة المرأة وولايتها على نفسها فيما أتاح لها الشرع لا شك أن مثل هذه المطالب وإن استصغرها غير السعودي ورآها جزئية إلا أنها وبلا شك معتبرة وهي تمثل علامة علامة وقطرة من غيث من التغييرات المجتمعية والفكرية التي نترقبها بكل حفاوة واهتمام وفي الختام جد التبريك لأهل الخليج وأهل السعودية وكل مملكة عربية سعودية جديدة وأنتم بألف خير